وثلاث وثلاثين من قانون العقوبات القضائية و11 لسنة 69 المعدل مقارن بدلالة المادة 24 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 2005 الله أكبر. وبأن تنفذ البيان بحق المدانين استنادا بحق المدانين كامل مادة 42 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 2005 قرارا دوليا قابلا للتمييز فيما يتعلق اليوم يتراجع عن نتحداكم يا عملاء الخضراء ان تستقبلوا حكم الاعدام بهذه الطريقه البطوليه.